إلى ذلك عبر المحتشدون في ساحة الحرية بالمكلا عن شكرهم الجزيل لقوات الأمن والنقبة الحضرمية لقيامها بواجبها في حماية الفعالية وتأمين ساحات الاحتشاد في مديريات ساحل حضرموت. هدفنا نزول بتوجيهات من مدير الأمن بتأمين الفعالية وتنظيم حركة السير في شوارع مدينة المكلا لإنجاح الفعالية، ونزول الأمن كامل في الشوارع حسب ما تشوف الأمن منتشر في الشوارع، الوحدات كامل من الأمن منتشرة، وتم تعزيز برضه من رجال النخبة الحضرمية لتأمين الفعالية. الحالات الأمنية يعني فعلا يعني ترقى وتثري الصدور يعني، فهي فعلا يعني تحضيرات أمنية والمسيرة يعني أو الجماهير يعني مأمنة كل التأمين بالنسبة لها. الأمن العام ما شاء الله منتشر في كل مكان في كل شارع، وخاصة الشارع الرئيسي صراحة يعني أمن يعني ما توقعنا. أبنائنا لابد بيتعاملون مع أبناء مع أخوانهم بيتعاملون مع أمن، لكن هذولاك يشوفون نحن أعداء لهم، أو لأنهم هم متمسكين الآن في الوحدة لأنهم عشان يأكلون ثروتنا بس، ماشي معنا منهم إيش استفدنا منهم؟ صفر. نشكر جهاز الأمن في ساحل حضرموت على الجهود التي بذلها لتأمين الفعالية هذه بعكس ما يجرى في وادي حضرموت، إن هناك القوى الاحتلال تحاول تدشر الفتن ولم تقوم بدورها الذي ننطق لها وهو حماية الفعاليات السلمية. إن في اليوم هذا 7/7 يقوم الأمن النخبة حضرموت بحمايتنا في المظاهرة المعلنية الآن القيمة، أما بالنسبة للفعالية في سيون في الوادي أن يقوم قوات الاحتلال يمني المنطقة العسكرية الأولى بقمع المظاهرين السلميين، وننشد السلطة المحلية بحضر حضرموت بقيوم بدورها لحماية المظاهرين في الوادي ما يقوم عليه. قوات المنطقة العسكرية الأولى تجمع أخواننا المتظاهرين الذي خرجوا في الشارع يعبرون عن رايهم في مدينه سيئون القطن، يقولون ان حضرموت قارع عن الجنوب، هذا بعيد عنه الملال، ونحن قايدنا الرئيسي ورئيسنا الحقيقي عتروت بن قاسم الزبيدي. حضرموت ستكون جنوبيه باذن الله، جنوبيه مهما حاولوا ومهما قاموا باي امور او مطابخ تطبخ ضد الجنوب. كلهم هؤلاء الان اللي ضموهم على اساس انه مجلس وطني، هو ذا مجلس يعني للشمال هناك ضم حضرموت للشمال، مجلس الثروه يشلونه، نقول لهم حضرموت جنوبيه وبالضبط جنوبيه ومع الدوله الجنوبيه.